من العاصمة المغربية رباط وتحديدا من شارع محمد الخامس، أنا منى وهبي أحييكم مشاهدينا وأدعوكم لمتابعة فقرتنا الخاصة اليوم في المغرب. اليوم في المغرب نافذة سيطل من خلال برنامج اليوم على مشاهديه في كل مكان، حيث سنفتح عينا على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب من خلال تقارير منوعة ولقاءات مع كبار السياسيين والدبلوماسيين، وسنتناول قصص إنسانية ونقلب صفحات كثيرة.